يعني اكتر لعيب مؤثر مصطفى فتحي. مصطفى فتحي اعتقد ان هو مؤثر جدا، ممكن يكون ليه دور في الشوط الثاني في ماتش الاهلي القادم. مصطفى فتحي يصنع الفارق بصوره كبيره جدا، اللعيب من اللعيبه اللي محدش بيعرف يمسكها. مصطفى عايزك تتقل على الكوره شويه، عايزك تخش الجيم شويه، لازم تكبر عضلاتك شويه، تبقى اقوى شويه من وجهه نظري. ده هيفرق معاك في الشوط، خصوصا العضلات الاماميه في الفخاد هيفرق معاك في الشوط، لان انت عندك قدره على الشوط كويسه جدا، لكن بتنقصها نوعا ما القوه، فده ممكن يفرق معاك جدا. لكن انت لعيب عندك امكانيات كبيره، واعتقد خلال سنه ممكن تكون يعني اعلى من كده كمان بكتير، رغم ان انت لعيب عالي. يعني الدوري في ميت عقبه، ها، والكره مش مع فيفي على فكره.